بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা, আমরা আবারও আপনাদের সামনে এসেছি নতুন একটি সূরা নিয়ে। আজকে যে সূরাটি মস্ক করব, সূরাতুল বুরুজ। আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত আছেন নাবিল উদ্দিন। চলুন আমরা আজকে আমাদের তেলাওয়াত শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود وشاهد ومشهود قتل أصحاب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم
إن بطش ربك لشديد